المأذون الشيطان. دبلتك اصلا دبلتي رميتها في الزباله. طلقتك اطلقتك. ازيكم عاملين ايه؟ احلى ناس في الدنيا، وحشتوني جدا جدا كتير. طبعا المبشرات بتقول ان انا بعمل مقدمه لوحدي من غير حليم. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني انا قررت وخططت كده وقعدت مش نايمه من امبارح عشان افكر في مقلب يطلع من نفوخه، عشان مفكر لي نفسه ان هو بيقول لك قال ايه هو ملك المقالب، قال ايه مش عارف. انا هوريه النهارده في الفيديو بتاعي النهارده مين اسمه ملك المقالب. يا جماعه انا عايزه اقول لكم ان انا هعمل فيه مقلب هيطلع من نفوخه بجد. انتوا نفسكم مش هتصدقوا ان هو حقيقه وهتخافوا وهتترعبوا. فيلا بينا نبدا المقلب بتاعنا الجميل. وقبل اي حاجه وقبل ما نبدا الفيديو بتاعنا، ما تنسوش اشتراك في القناه ولايكس كتير عشان نوصل الفيديو ده لاعلى عدد من اللايكس، عشان يطلع ترند والناس الجديده تكمل العيله بتاعتنا، وعشان نوصل لل 2 مليون بقى خلاص. عايزه اشكر الناس اللي وصلتني مليون سبسكرايب، احلى عيله في الدنيا، بحبكم جدا وفرحانه قوي، وهعمل لكم احلى احتفاليه بالمليون بقى، وهتفرحوا جدا معايا، وهعمل لكم فيديوز كتيره للمليون القمر ده، وهعمل احتفاليه تليق بيكم يا احلى ناس في الدنيا. فبيكم هوصل للحلم بتاعي، وطبعا الاشتراك في القناه بتاعكم بيفرق معايا جدا، واللايكس بتاعكم لايك واحد بس بيفرق معايا قوي ان انا اكمل واعمل مقالب كتير واعمل فيديوهات كتيره. ومرسي جدا جدا للناس اللي بتقعد تديني بوست انرجي في الكومنت بتاعتها، بقعد اتفرج على كل الكومنتات بفرح جدا بجد. ويلا بينا بقى ندخل في المقلب بتاعنا. ركان ركان، انا عامله مقدمه لوحدي. عارف ده معناه ايه؟ عارف معناه ايه ان انا انزل حليم يروح يجيب حاجات انا مش محتاجاها اصلا؟ على حساب مين؟ على حسابي مش مشكله. ماشي. بس عارف يعني ايه الكلام ده؟ يبقى انت تعمل نصيبه. نصيبه وبس؟ هتعمل ايه تمام؟ هقول لك. بص بقى، انت ليك دور عظيم جدا وشرير قوي في المقلب القمر اللي انا هعمله في حليم. هو المقلب هيطلع من نافوخه، اوكي؟ يعني المقلب ده ان انا هنتطلق. لا بره مني. بص بقى، ما هو مش طلاق طلاق، هنظبط كده عشان ايه ما يحسش ان في حاجه. انا هقول له ان انا امبارح مسكت تليفونه تمام، واكتشفت ان هو بيخوني. مع انه يا حرام يا عيني ما بيخونيش والله، غلبان وطيب جدا كده مش حد، بس انا هقول ان انا هو بيخوني تمام. انت بتسيبيه دقيقه واحده، طول اليوم بيكلمك في التليفون. معلش بقى، هنعمل ايه بقى؟ قبل ما هو يجي هنلم كل هدومه وهنرميها على الباب. ايه؟ لا هو لما يجي يخبط وهنحط هنشغل الكاميرا اللي فوق على الباب دي. مراقبه؟ هنشغلها، لازم نشغلها تمام، عشان نشوف رد فعله هيعمل ازاي. هو لما يخش هيكون برده في تليفون جوه تاني بيصورني، هيحتاج تليفونك وتليفوني تمام. وهرمي الهدوم بتاعته بره، وهيخش بقى يقول لي ايه الهدوم اللي بره دي الهدوم بتاعتي. هقول له طلعني. خايف؟ لا ما تخافش والله، خايف اجمد كده. لا ده اجمد كده، لو الكلب عدت على تيشيرتي له بيعمل مشكله. ما هو مقلب بقى، هنشوف رد فعله بقى. رد فعله هيطلعك فعلا. ما هنشوف بقى، هنشوف بيحبني بقى ولا مش بيحبني. بص يا حاج سمير، هي اللي بشر، هي اللي بتفكر في الشر عشان تبقى عارف يا حاج. يلا بينا نبدا الفيديو القمر بتاعنا ونخش في المقلب على طول. يلا بينا بقى، صورني وانا باخد الهدوم من جوه. تصلحوا. يلا يلا بينا يلا. انا هخلي تايتوي كمان تاكل الكوتشي بتاعه، بس مش دلوقتي. لا ما كده تايتوي. بص بقى، احنا نجيب من الهدوم الجديده تمام عشان يتعصب. استنى وحاطط الفوطه دي كده. نجيب من الهدوم الجديده مثلا الجاكيت ده شكله قمر، شكله جديد نرميه في الشارع. مشكله كبيره ما يحصل. هنشوف بس ايه نحط له ايه بدل. ركزي بس في حاجات تحت. يا ده بتاعي، ده بتاعي، ده بتاعي، ده بتاعي يا عم. ده يا عم ايه بتاعي؟ حط. طيب هنجيب ايه تاني؟ ده بتاعه، انا متاكده ان ده بتاعه. ماشي. فين الدولاب؟ تعالى نجيب ايه بيحب التيشيرت ده جدا. لا نجيب ايه؟ نجيب البنطلون القمر ده جميل، نرميه بره. يا رب بس ما يجي دلوقتي. ده بتاعي، ده بتاعي، حطيه مكانه. ماشي. هو ده. يلا حط ايه تاني كده، كفايه يعني انا دراعي اصلا واجعني. يلا بينا نرميهم بره على السلم. يلا على السلم والله يا سلم. يلا بينا يلا. يا نهار اسود عليا وعلى النصايب. يلا ما انا هقول له هدومك بره، طلعني. انا عيني بيس يعني، لازم نلحق نرمي الهدوم دي بسرعه. بص بقى انا هعملها هنا. نهار اسود يا امل، انا خايفه والله العظيم. انت لو شاف هدومك يا نهار اسود.
يا نهار اسود. الكاميرا اهي يا جدعان، الكاميرا دي بتصور اتش دي، هشغلها لكم حالا. يلا بينا، يلا 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 نخش بقى. احنا مفيش اي حاجه، استنى بس نرفرف نفرفط. هتتسرق، هتتسرق، تبقى انصيبه سودا. ما شغلتش الكاميرا. انا جبت قميص ابيض. الله، مش مشكله بقى، يلا نشغل الكاميرا دي وناخد رقم. يا جماعه انا شفت عربيته وهي بتركن تحت، وهو طالع دلوقتي المفروض ان هو على السلم. ربنا يستر. يا ربنا يستر بجد، اقسم بالله انا خايفه الولد دي. طبعا لا، شكرا. ميرسي خالص للي عليها الجميل، اللي انا يعني يا لهوي على مستقبلي اللي هيضيع. يعني مستقبلي بيضيع يا جماعه، مستقبلي بيضيع في مقلب. يا لهوي، ان شاء الله هيطلع عاقل وشطور، واللي هو مش هيبقى متهور يعني. ايه ده كله؟ نعم. ايه اللي رمح هدومي كده؟ انا. وايه اللي ايه ده؟ مش عايزاك في شقتي. ايه الهبل ده؟ اطلع بره. ايه ده؟ اطلع بره، اطلع بره، مش هتخش على فكره، اطلع بره. اطلع بره. اطلع بره. انت عبيط يا بنت. يلا. مش هدخلك، شوف حد يدخلك، انا مش مدخلاك. عبيط يا بنت. انت يا بنت. مش هفتح لك غير لما تطلقني. مش بهزر. طلقني الاول. طلقني. بصي عشان الجيران. افتحي يا بنت. انت بتهزري يا امل ولا بتعملي ايه؟ مش فاهم. افتحي. بصي عشان الجيران. صور من بعيد ماشي. وفين؟ والله العظيم يا رب. فين انت عبيطه؟ ممكن تطلعني؟ في هبل ولا حاجه عندك؟ ممكن تطلعني؟ في هبل ولا حاجه عندك؟ ممكن تطلعني؟ اللي رمى الهدوم بره كده. انا اللي عملتها. مالك يا اختي واقفه عامله ليه وحطيتك في هدومك كده؟ طلقني. انا مش عايز اعيش معاك، وخد هدومك واطلع بره، عشان انت واحد خاين وحيوان وبتخون مراتك. ماشي؟ اقول كمان البنت دي عبيطه ولا ماشي؟ ايه اللي رمى الهدوم بره كده؟ انا اللي رميتها، حضرتك فاهمني؟ ايه ده بقى؟ مش فاهم؟ على فكرة قلت لك أنا مش عايز أعيش معاك، تجيب هدومك ليه؟ باخدها وتمشي، تتكل على الله. ممكن تاخد هدومك وتمشي؟ هضربك. صلي على النبي. هضربك. طب ليه صلي على النبي كده؟ صلي على النبي كده. يا ابني ما تمسكنيش كده. لا أنا عايز أفهم بس حاجة. طيب يلا خد هدومك وتتكل على الله. ألف سلامة. يا بنت هضربك. ارميهم بره تاني. فهميني بس التعليم. طب ممكن تاخدهم وتمشي من هنا؟ عشان انا مش عايزه اعيش معاك، عشان انت واحد خاين. اطلع بره، اطلع بره. يلا هو انت بتضحك عليا، بتستفزني ليه؟ بس مش فاهم. ممكن تطلعني عشان انت واحد خاين؟ تعملي فيلم ولا حاجه؟ لا ما بعملش فيلم. صلي على النبي كده بقى عشان ما تتفرجش. نتان عبيط امور. يا نتان والله العظيم عبيط. تعالى اتفضل بقى، شوف لي حل معايا. طلقي. هو ايه اللي اتفضل؟ ايه يا ابني انت عبيط؟ انت وايه يا ابني؟ عبيط ايه يا عم الحاج؟ انت واحد خاين، تفهم كده؟ يا عم ما تلمي نفسك شويه بقى. فين؟ انت اتجوزت فتلمي بقى.
في ايه بجد؟ انا مش هكمل معاك وانت بالشكل ده، انا مش هكمل. هو ايه الهبل اللي انتوا فيه؟ سايبين الهبل ليه كده؟ معلش يا جماعه لو هصور انا مش هجيها تاني لو هموت. براحتك، هو المفروض اصلا ما يقعدش بعد الخيانه اللي هو عملها. بعد اذنك شوف لي حل. خيانتين؟ اسال نفسك، بص في موبايلك كده. راجع كده محطتك كده. لا ما هو اكيد مسح يا حبيبي، انت بتقول ايه؟ هو اكيد مسح وش. ممكن تطلعني؟ انا مش عايزه اعيش معاك، ما تستفزنيش. مش هتعيشني معاك عافيه. لسه ما بدأناش حياتنا وبتعمل الحركات دي من دلوقتي. بص انت هتاخد دبلتك وتتكل على الله. انت جاي بتتكلمي جد؟ انا بتكلم جد على فكره، ما بهزرش. والله جيت الحق يعني. وكلمي بابا دلوقتي حاجه. اتكلمي معاه بصراحه. كلميه كده؟ ما انا قلت له اصلا. قلت له اصلا، قال لي تفهمي معاه بالراحه وخلي يجي المأذون الشيطان. عشان انت متخيل. تفهم كده؟ ما تعصبنيش. طب ما تمدش ايدك. ما تمدش ايدك. أمال. نعم. ركان. ما تقول له حاجة، ده خاين وبجح. لو والله خاين وبجح. بجح والله. لو اللي في بالي صح هتزعلي. انت فين دبلتك اصلا؟ دبلتي رميتها في الزبالة. لا ما انت قلت معاها اكيد قبل ما تطلع. عشان كده اريحها. طب اتكل على الله بقى انت وهي. وخدوا دماغك واطلع بره. رميتيها خلاص في الزبالة. ايه القرف ده؟ دخلها تاني؟ ايه؟ دخلها تاني؟ يا ابني قلع الدبرة، هو كان بره. ما تستفزنيش، ما تستفزنيش. ايدك جنبك يا حليم. ما تستفزنيش. ايدك جنبك. انت كنت فين يا حليم؟ وايه اللي كنت فين يا الله حبيب. اعلم بقى، امبارح كان معاها والنهارده قلع الدبله وهو طالع. كنت فين يا حليم؟ فين دبلتك؟ ما استفزنيش يا ولا أنا. هستفزك في ايه يا حليم؟ اتجننت اصلا؟ انا لحد دلوقتي ماسك لساني وايدي عشان لو اللي في بالي صح هزعلك. طيب يلا طلق. اطلقك؟ 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 ايه يا اغنيه كل انت اصلا مالكش ريحه تضربني على فكره، ما مالكش ريحه تضربني خالص. بس مش لايق عليك جو طلقني ده، مش لايق عليك. ما انا مش عايزه اعيش معاك. بقول لك ايه، خلي ابوك هو اللي يتكلم. بنفهم؟ انا مش عايزه اعيش معاك يا خاين، يا بتاع البنات، يا بتاع النسوان البايظه. يا نسوان، يا بتاع النسوان البايظه. ايه البرود ده؟ انت جايب الكلام ده منين؟ طلقني برضه؟ لو عملتيها اطلق صراحي. انت بتعملي ايه؟ انت بتعملي ايه؟ ما تضربنيش! انت اتجننت، هو انت خايف وبتضرب؟ شوف البنت هضربك قلم. لا 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 انا ده كلني ليك يا عم يا بنت، ليك يا عم. تخيل يا واطي، انا مش عايز اعيش معاك، ما تجننيش. ليه مستفز كده وبتضحك؟ هو في خاين بيضحك؟ طلعني اتفضل. واطي بجد واطي. ايه ده؟ يعني مستفز ايه ده؟ طب بصي لي، عايز اقول لك على حاجه يا بنتي. مصدومه فيك. هي بتتكلم بجد؟ اه طبعا بتتكلم بجد. انا وريت شط في العين على بعيني ما تتكلمش معايا بقى تاني. شفت مين يا بنتي ده؟ شفت بعيني ده؟ يا عم اسكت كمان. الله بقول لك ايه؟ اقعد بس كده. بقول لك خليني ساكت، ما كملش ايه المحادثه. طب اقعد بس. خليني ساكت بس. تتكلم مش بجاحه بقى. هو الكلام ده. خلصنا. انت بترمي الهدوم ليه والكلام اللي انت بتعمليه ده؟ عشان مش عايز اسمع. بطلي بواخ الله يرضى عنك عشان انا اخول ايديا. اتكلم كويس. برضو؟ اتكلم كويس. برضو؟ اتكلم كويس. يا بتضحك ليه؟ يا بتضحك ليه؟ عشان خاطر سافرت. اضحك للكاميرا. اضحك للكاميرا. يا خدت موبايلي وقيت وشكلها كده. اللي عملت بقى. يلا اضحك للكاميرا. اضحك للكاميرا. عايز ده ايه؟ انا هضحك للكاميرا. تعملي فيها مقلب؟ ترميلي هدومي في الشارع؟ انا بترميلي هدومي في الشارع؟ بقول لك ايه؟ تعالي خدي تليفونك في الشارع بقى. اضحك للكاميرا. مين ملك المقلب ده؟ مين؟ الله يا حبيبي.
فبقيت تساعدهم تعالي اقعدي. ايه فاهم؟ اقعدي بس تعالي اقعدي. عايز ايه؟ اقعدي. لا مش هقعد. اقعدي. عايز ايه؟ اهو قعدت. نعم اؤمر. ها نعم. نعم. اقول لك انا نعم. بقول لك ايه؟ انا مراته الصغنون اللي مش بيستحمل اي حاجه ولا ضرب. انا مراته الصغنون. كنت تقولي طلقني؟ وبعدين انا جيت هنا. قوم انا ضربك، تقومي انت خلعاني كمان مش مطلقاني. اخلعك. يلا. بس اما شوهي. تشوه مين؟ انت اتجننت؟ انا بس انا عايز التاني اللي كان قاعد بيطلقني. اللي كان قاعد بيزخزخ ده. يا جماعه الحمد لله ان هو يعني حاول يهدى شويه. انا حاسه ان هو حاسه ان هو دلوقتي هيقتلني. يعني هو لو ما قتلنيش يبقى هو كده واحد محترم وكويس. ومش عارفه هو بيحضر لي ايه بره والله العظيم اقسم بالله. بس انا مرعوبه. لو عجبكم الفيديو ده متنسوش تعملوا لايكس كتير واشتركوا في القناه عشان انا حاسه ان انا هموت دلوقتي. يا نهار اسود. خش انا خايف. والله العظيم لو جيت جنبي انا معايا اسلحتي. انا خاين وبترمي له هدومي في ثلاث ثواني. انا مفيش معايا اسلحتي. ربي هديه بيضربني بيضربوني. معايا اسلحتي. خد لك واحده تجيلك ارتجاج في المخ. يلا اهدى بقى كده خليك محترم. خلاص جبت المقلب ده معلش دماغنا وكل يوم من وتعالى هنا. شكرا شكرا قوي على اللعبه دي والله دي حاجه. كده اشهد ان المقلب قمر وطلع من نافوخك وان انت فرحان معانا وان شاء الله نديلكوا في مقالب تانيه كتيره. يلا قول باي باي. باي باي. يلا استفزناش يا امل علشان يلا بقى. اقول ايه؟ باي باي. وشكرا للمقلب القمر. باي باي. امول ملك المقالب. حليم ملك المقالب. امول ملك المقالب يا حليم. انا مش عارف انت جايبه. يلا جاي يلا جايبه القلب ده منين؟ يلا بس لما تبقى تعرف تعمل فيها مقلب هبقى اقول حليم ملك المقالب. لا انت بتسكت لي خالص عشان انت ليك رؤى بعد الفيديو. انا مش راضي بس اعمل حاجه في الفيديو. امل ملكه المقالب هموتك. هكتم نفسك مش تعيش. يلا قول امول ملك المقالب. يلا يلا. ليلي ايه اللي ماسك ايدي وصابر عليكي بره الفيديو عشان انا هعمل فيكي بلاوي. بس تخلص عليه. يلا قول. اكتمي نفسك اكتمي نفسك. موتوه. لا بجد لا بالروح يا غبي يا غشيم. يلا قول امول ملك المقالب. يلا بص انا اتكلم بسرعه. قول حليم ملك قول امول ملك امول ملك المقالب. باي باي. يلا قول باي باي. انت في الشارع بجد والله. باي باي. فرحانة كده. يلا 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 باي باي بسرعة. الناس باي باي.